أعزائنا المشاهدين في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم في حصاد الليلة عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية. مشاهدين أهلا بكم، البداية بالعناوين. 100,000 نازح من أيمن الموصل، نحو 500 منهم استشهدوا خلال القصف غير الدقيق للتحالف والمتبادل أثناء المعارك. أنا مو أقطع الضرائب من الطبيب والمهندس والموظف في أوروبا حتى يأتي ويسرقها المسؤول العراقي حتى يتنعم بها. ليز جراندي لمسؤولين عراقيين: لسنا مضطرين لفرض ضرائب في أوروبا كي يسرقها ويتنعم بها المسؤول العراقي. وزارة الهجرة تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة. عرفنا سويها يردنا، يعني أسعاني عند البارود ما أقدر أحكي، أسعاني عند القاع نايمة. مناشدات وعويل من مفرق حمام العليل جنوب الموصل لتوفير المأوى ومواد الإغاثة والدواء إلى النازحين. وجميلة العبيدي تقترح مشروع تعدد الزوجات في العراق، ونواب يعدونه إهانة للمرأة ويشجع إلى الاتجار بها. مناشدات في بابل لإنقاذ جامع المسيب ومئذنته وإدراجه ضمن لائحة التراث العالمي، وبصريون يرفضون إخلاء منازلهم بذريعة مد خطين للغاز والنفط. والعاهل الأردني يحدد المحاور التي ستركز عليها القمة العربية: القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا ومحاربة التطرف والإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصلت القوات العراقية المشتركة توغلها في المدينة القديمة وسط الموصل بعد اقتحام باب الطوب وحي الأغوات، حيث يتوقع أن يكون القتال فيها الأشرس بسبب حاراتها الضيقة. وذكرت مصادر عسكرية أن قطعات الفرقة الثالثة والرد السريع توغلت في منطقة باب الطوب واقتربت مسافة 300 متر من الجسر القديم. وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن مواصلة قطعات الفرقتين الخامسة والسادسة عمليات البحث والتفتيش في مناطق الدواسة والعقيادات، كما أنها تعتمد تكتيكات عسكرية جديدة لتحاشي استهداف المدنيين والبنى التحتية. في هذه الأثناء استعادت قطعات فرقة المشاة 16 في الجيش العراقي قرية درناتشوخ الواقعة على الحافة الشرقية لنهر دجلة شرقي ناحية بادوش. هذا وانتزعت القوات العراقية المشتركة نحو 30% من أراضي الساحل الأيمن للموصل من مقاتلي داعش منذ انطلاق العمليات العسكرية في 19 من شباط. وقال قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب معن السعدي إن أكثر من ثلث الساحل الأيمن تقريبا أصبح تحت سيطرة القطعات العراقية بعد أن تمت استعادة نحو 17 من أصل 40 حيا في غربي الموصل. وتوقع السعدي أن تستغرق استعادة النصف الغربي من الموصل وقتا أقل من استعادة الجانب الشرقي الذي تمت السيطرة عليه في كانون الثاني بعد قتال استمر 200 يوم. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن الخاسر الوحيد في مدينة الموصل هم المدنيون المحاصرون داخل أحيائها التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من داعش. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن عشرات المدنيين راحوا ضحايا بسبب الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف الدولي والتي تحاول استهداف عناصر التنظيم وسط الأحياء السكنية الضيقة، مشيرة إلى أن هذه الضربات تسببت في تدمير العديد من المنازل المتهالكة أصلا، وأن معظمهم لقى حتفه بسبب هذا القصف. ونقلت التلغراف البريطانية عن العديد من المدنيين قولهم إن مسلحي داعش يلجؤون إلى التنقل داخل الأحياء المكتظة بالسكان، الأمر الذي يعرضهم إلى خطر القصف من قبل طيران التحالف الدولي. عرفنا سويها يردنا،
يعني هسه انا المعروض ما اقدر احكي، هسه انا زعلقه نايمه. مناشدات وعويل من مفرق حمام العليل جنوب الموصل لتوفير المأوى ومواد الإغاثة والدواء إلى النازحين. ارتفعت أعداد النازحين من ساحل الموصل الأيمن إلى نحو 100,000 شخص منذ انطلاق عمليات تحريره في 19 من الشهر الماضي. وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن كوادرها استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10,706 من النازحين من مناطق الجانب الأيمن المختلفة، ما رفع عدد النازحين إلى 99,852 نازحا. وقال البيان إنه تم إيواء الأعداد الجديدة من النازحين في مخيمات المدرج وجدعة في ناحية الجيارة، فضلا عن مخيمي حسن شام والخازر. وأمضت آلاف العائلات النازحة من الجانب الأيمن أياما عدة في العراء في مفرق حمام العليل جنوبي الموصل بانتظار نقلها إلى المخيمات. وتشكو العائلات من الجوع والمرض وانعدام المساعدات، مناشدة السلطات المعنية نقلها إلى المخيمات وإغاثتها في أقرب وقت. موفدنا ناهض الزيدي أعد التقرير التالي. هذا المشهد المأساوي للنازحين يتجدد في كل يوم مع استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل. يقضي النازحون أياما في العراء بحمام العليل بلا غذاء أو دواء بانتظار نقلهم إلى المخيمات عسى أن يجدوا فيها أبسط مقومات العيش. حالة مأساوية، حالة مأساوية، يعني هسه من المعروض ما اقدر احكي، هسه انا زعلقه نايمه. اي انا صار لي 3 ايام 4 ايام انا مسدود هنا، تعرضت من المنصور. الامر الى الله، اريد لي بس مخيم، اريد لي بس شادينه، خربوش انام بيه. انا وعيلتي، العيله نايمه على الرب. اريد يطق، اريد اكلمكم جوعانين. هسه ما عندنا ولا مخيم اللي غادي. انظار المسنين والاطفال تتجه صوب الوجوه الاخرى على من يقدم لهم لقمة عيش فقدوها في مناطقهم التي تركوها بسبب العمليات العسكرية وتنظيم داعش الذي قتل فيها أبناءهم قبل هربهم وترك عيون ذويهم تذرف دموعا عليهم. هنا مشكلة أخرى تضاف إلى مشكلات النازحين، حيث سوء المعاملة من بعض سائقي الباصات التي تقلهم. السواق معاملة تنفذنا بسيئة مع المواطنين، فرد نوب، واحنا 3 ايام صرنا نايمين هنا. البحر صعد، صعدنا بالمنشاه ونزلونا. بهذا هلا ام والدتي مكسوره قبل القعبه، هذول الله بهت بدنا 3 ايام شحن نوديها على المخيم ونقعد نوديها ونقعد. الله يا بقعدي في البيت ما شاء الله عندنا رشاشه علينا على الهول. سقط ابني موالي 86 صاحبة البنات. لا اخذونه ولا عفوا عنه قتلونه ومعهم. غياب واضح للمسؤولين والمؤسسات الخدمية في الأماكن التي يتواجد بها النازحون الذين يرتجفون بردا ويموتون جوعا ومرضا. وما تزال آلاف العائلات النازحة من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية تتوافد إلى هنا في أكبر موجة نزوح شهدتها مدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية عليها. للشرقية نيوز نهضة الزيدي، حمام العليل جنوب الموصل. حول هذا الوضع ينضم إلينا سيد صلاح نوري المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين. أهلا بك سيد صلاح. يعني هو السؤال القديم الجديد، ماذا هناك من خطط وإغاثات ومواد غذائية ومخيمات تستقبل هذه الأعداد المتزايدة من اللاجئين؟ نعم، هناك أزمة إنسانية حقيقية يعني في الواقع، سواء كان يعني في داخل المدن التي لم يستطع منها المدنيون الفرار لحد هذه اللحظة، أو سواء كانت في مراكز الإيواء. الأعداد يعني ضخمة جدا، الاستعدادات لم تكن يعني بحجم التحديات اللي موجودة على أرض الواقع. يعني 100,000 نازح رقم كبير جدا خلال فترة يعني قليلة منذ 19 فبراير شباط ولحد الآن، وهذا أمر يعني جدا مقلق للوكالات الموجودة على أرض الواقع. ويعني من الصعب التكهن بسير
غير العمليات العسكرية، وكذلك من أجل يعني إقامة المخيمات أو مراكز الإيواء في أماكن صالحة. تعرفون يعني هذه الأماكن كانت يعني قريبة من خط النار، لا يمكن إنشاء مخيمات فيها إلا بعد ما يعني استطاعت القوات الحكومية أن تحقق تقدم في هذا المجال، ولكن العمل الآن جاري على قدم وساق في نصب المزيد وتوسعة المخيمات الموجودة أصلا من أجل إيواء أكبر عدد ممكن من النازحين. ولكن هذا يعني لا يخفي أن التحدي كبير جدا، ولا يمكن استيعاب يعني أعداد كبيرة إذا ما جاءت في الأيام القادمة. ولكن سيد صلاح، يعني هل عدد اللاجئين الآن هو أكبر من المتوقع سابقا قبل بدء العمليات؟ نعم، إذا ما قررنا بالجانب الأيسر في الحقيقة يعني كنا متوقعين في الأسابيع الأولى أن تصل يعني أعداد النازحين إلى 200,000، وإذا في النهاية بعد مرور 3 أشهر يعني لم نحصل إلا على تقريبا ما يقارب 200,000 و20 يمكن ألف نازح في من الجانب الأيسر، لذلك كانت يعني الوضع مسيطر عليه تماما. في الجانب الأيمن يعني الأمر مختلف تماما، مناطق مأهولة بالسكان جدا يعني، وكذلك يعني حركة النزوح لم تكن متوقعة، هذا بالإضافة إلى تعقيدات يعني أخرى بالنسبة للدعم اللوجستي الموجود، تباعد المسافات تعرفون يعني بين منطقة الصراع ومناطق الإيواء يستغرق الأمر يمكن الوصول إلى 4 ساعات أو 5 ساعات، وهذا تحدي كبير بالنسبة إلى عملنا كوكالات إغاثية موجودة على أرض الواقع، ولكنهم مستمرون بتقديم الأغذية للنازحين في هذه المراكز وكذلك الماء وبعض المواد الأساسية الأخرى مثل البطانيات وغيرها، ولكن هذا يعني لا يكفي إذا ما جاءت يعني موجات نزوح كبيرة أخرى يعني تحديدا في الأيام القادمة، وهذا أمر مقلق لوكالات الإغاثة العاملة على أرض الواقع. طيب سيد صلاح، يعني ما أكثر ما يقلقكم في هذا الشأن من تزايد أعداد اللاجئين؟ ما يقلقنا الآن هو يعني وجود مدنيون عالقون لا زالوا في داخل منطقة الصراع لا يتمكنون من الفرار في هذه اللحظات للأسف من هذه المناطق، ومن خلال يعني تعرفون ليس يعني لدينا حضور في هذه المناطق مناطق الصراع، ولكن من خلال لقاءاتنا مع المدنيين الفارين يعني رووا لنا قصص يعني جدا حزينة ومدعاة للقلق. هذه القصص تقول بأن هناك ضحايا مدنيين في هذه المناطق، وهذا هو الأمر الذي الأكثر الذي يقلقنا في هذه اللحظة. بعد وصول العوائل إلى مراكز الإيواء نعم صح يعني هناك معاناة، ولكن حماية المدنيين هو الأساس يعني في العمل الإنساني، لذلك يعني ندعو إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في هذه اللحظات. وتعريف الممرات الإنسانية الآمنة هو أن يتفق أطراف الصراع على تحديد هذه الممرات حتى لا يتمكن أحد هذه الأطراف من استهدافها، وبالتالي خروج المدنيين بسلامة وأمان من هذه المناطق. طيب سيد صلاح، يعني أنتم قلقون على المحاصرين داخل هذه الأحياء التي تشهد هذه المعارك، ولكن عندما يفرون لا يجدون أي خدمات تقدم لهم، وبالتالي يعني هل تعتقد بأن اليوم القلق فقط يكفي سواء على العالقين أم أن المتواجدين داخل هذه المخيمات؟ نعم للأسف هم ينتقلون من وضع مأساوي إلى وضع يعني مأساوي آخر، وهذا يعني يفوق إمكانيات وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة على أرض الواقع، لأن هذه يعني أولا تحتاج إلى تدقيق أمني للحفاظ على أمن وسلامة موظفينا، ولكن مع ذلك متواجدين يعني موظفينا العمل 24 ساعة موجودين على أرض الواقع يقدمون الغذاء والماء وكذلك المواد الأساسية الأخرى، ولكن هذا لا يكفي عندما يأتيك 10,000 نازح في وقت واحد، فهذا أمر يعني لا يمكن تلبيته حالا، والأمر يحتاج المزيد من الوقت حتى نستطيع تغطية كل أعداد النازحين القادمة من هذه المناطق. مع ذلك العمل جاري يعني على قدم وساق، وكالات الإغاثة الموجودة على أرض الواقع تنفذ المزيد من مراكز الإيواء وكذلك الخدمات الصحية الموجودة في هذه المناطق، ولكن كما ذكرت يعني الموجات مفاجئة جدا بأعداد كبيرة جدا كانت يعني متوقعة، ولكن للأسف أو هذا السيناريو كان متوقع، ولكن للأسف يعني حجم الاستعدادات لم تكن بحجم التحديات الموجودة على أرض الواقع، وهذا يعود إلى أسباب عديدة منها يعني شحة التمويل الموجود لهذه الوكالات، وكذلك يعني الجغرافيا العسكرية والطبيعية الموجودة على أرض الواقع بسبب تباعد المسافات.
وهذا لكن مع ذلك يعني مع يعني وجود هذه التحديات نحن نعمل في هذه المناطق سواء كان في حمام العليل او في القيارة او في حاج علي، ويعني ولكن كما ذكرت هذا لا يكفي في هذه اللحظات. نعم سيد صلاح، يعني اليوم عندما تتحدث عن شح التمويل، يعني هل هذا الأمر بدأ يؤثر كثيرا على المساعدات وعلى الخدمات التي تقدمونها على النازحين؟ يعني هل لمستم هذا الشح في قدراتكم على مساعدة النازحين؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه حالة طوارئ، ولا تنسي يا سيدتي بأن هناك ما يقارب يعني 1 من كل 10 أشخاص من العراقيين هو يعتبر نازح، يعني 10%، وهذا رقم كبير جدا. لازلنا نقدم المساعدات في الأنبار، ناس يعني بحاجة إلى مساعدة في صلاح الدين، كذلك في بغداد، وهذا أمر يعني يفوق يعني إمكانيات هذه المنظمات، فحجم التحدي كبير. والآن المطلوب من المجتمع الدولي المانح أن يثب في هذه اللحظة لتقديم المزيد من المساعدات المالية إلى وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة على أرض الواقع من أجل تقديم المساعدات للنازحين. ويعني تعرفين يعني أنه يعني طلبت الأمم المتحدة ما يقارب يعني 284 مليون لم تحصل إلا على 83% من هذا الرقم، وطلبت ضعف هذا المبلغ في الحقيقة، ولكن الآن لم تستلم إلا القليل من هذه المبالغ. طيب في ظل وجود يعني شح في المواد الإغاثية، يعني ما هو الذي بإمكان الحكومة وهذه المنظمات تقديمه لهؤلاء النازحين؟ يعني إذا كانت هناك شح في هذه المواد، ما الذي ستقدمونه إذن؟ نعم هناك يعني لا زالت في مخازننا موجودة يعني مواد غذائية، وكذلك ماء، وكذلك نقوم بنقل الماء بالحوضيات إلى مخيمات الإيواء، في إمكانية لعمل هذا، ولكن أتكلم على المدى المتوسط وليس حتى على المدى الطويل، بأن يعني إذا بقت الأعداد بهكذا حجم والتحديات بهكذا حجم، نعم سنعاني من تحدي كبير ألا وهو نقص حاد في التمويل، ولكن لا زالت يعني مخازننا تكفي على المدى المتوسط لإيواء المزيد من النازحين من خلال تقديم المساعدات الغذائية وكذلك مواد النظافة الأساسية والبطانيات وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية الأخرى، ولكن هذا لا يكفي، يعني الآن على المجتمع الدولي أن يثب في هذه اللحظة ويقدم المزيد من المساعدات، نتفهم يعني الوضع الاقتصادي لدولة العراق في هذه اللحظات، ولكن نحن نكمل جهود الحكومة في تقديم المزيد من المساعدات إلى مستحقها من النازحين. نعم سيد صلاح، يعني إذا ما استمرت هذه الأزمة واستمرت حركة اللجوء وطالت العمليات العسكرية، يعني ومع شح المواد والمساعدات الإغاثية، يعني هل تتوقعون الأسوأ إذا ما حصل؟ يعني ما السيناريو المتوقع إذا ما استمر الحال كما هو عليه بصراحة؟ نعم الأمم المتحدة وكذلك وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية الآن رفعت يعني درجة التأهب إلى الدرجة القصوى في سبيل الاستجابة لحالة الطوارئ الموجودة الآن في أرض الواقع، ولكن نعم هناك أزمة إنسانية حقيقية، إن لم نقل يعني كارثة إنسانية قد تحصل إذا لم يتم استلام المزيد من المساعدات المالية في هذه اللحظات من أجل تقديم مساعدات أكبر وكذلك تأمين الاحتياجات إذا ما جاءت موجات نزوح يعني أكبر من هذه الموجات، لأن لا زلنا نعتقد بوجود أكثر من 700,000 مدني لا زالوا عالقين في داخل يعني مدينة الموصل أو الجزء الأيمن أو الغربي من مدينة الموصل، وهذا أمر يعني مقلق للغاية، يعني الآن نعمل كخلية نحل على مدار الساعة من أجل يعني إيجاد الحلول المناسبة لتغطية هذه الاحتياجات على الأقل كما ذكرت على المدى المتوسط، وبعد ذلك نفكر بإيجاد مصادر تمويل أخرى من أجل تقديم المزيد. نعم السيد صلاح نوري المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أنا مو أقطع الضرائب من الطبيب والمهندس والموظف في أوروبا حتى يأتي ويسرقها المسؤول العراقي حتى يتنعم بها. ليزي جراندي لمسؤولين عراقيين: لسنا مضطرين لفرض ضرائب في أوروبا كي يسرقها ويتنعم بها المسؤول العراقي. وزارة الهجرة تتحمل الجزء الأكبر من الأزمة. حذرت فرق إغاثية في الموصل من أن الإمكانات الحالية القليلة تنذر بكارثة إنسانية مع وصول المخيمات إلى طاقة الاستيعاب القصوى واستمرار نزوح الآلاف يوميا. وقال أعضاء في الفريق المشترك لإيواء وإجلاء وإغاثة النازحين إن الأوضاع في مفرق حمام العليل مأساوية، وإن الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية ليست بالمستوى. نستقبل النازحين من ساحات المعارك اللي خلفيه، جيوا هاي مقر استقبال، يدققون امنيا بالنسبه للرجال، تدقيق امني، وهذه تكمل التدقيق الامني، تجي سيارات تاخذهم الى المكان اللي مفتوح به المخيمات، مثل جوجه اللي مثلا الخازر. الحقيقه الزخم المتواصل للنازحين لا يتناسب مع الاستعدادات التي قامت بها الحكومة المحلية والحكومة المركزية. هناك معاناة حقيقية للنازحين، يعني لحد الآن أكو مكانات لا تكفي لإيواهم، الخدمات يعني المقدمة لحد الآن ليس بالمستوى المطلوب، الخدمات الصحية يعني قبل فترة قليلة يعني البارحة تقريبا مباشرة بجلب سيارات إسعاف ومراكز متنقلة ل الطبابة، يعني وقت متأخر، بس اللي صار الوصول في وقت متأخر أحسن من عدم الوصول بتاتا. بس احنا نريد لحد الآن نريد جهود دولية ونريد جهود حكومية لنقل وتأمين المكانات المناسبة التي تليق بالعراقيين. العراقيين لا يستاهلون هذه المعاناة. إذن ننوه مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة التي تظهر أسفل الشاشة. النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي يقول بأن قوات بيشمركة كركوك هدمت نحو 50 منزلا في منطقة واحد حزيران. أيضا أشار النائب خالد المفرجي إلى أن السيد بارزاني وبرهم صالح عليهم أن يتدخلوا من أجل وقف هذه الانتهاكات. نعم، أيضا أضاف النائب خالد المفرجي بأن مثل هذه التصرفات قد تهدد السلم الأهلي في المحافظة، وأكد بأنه ينتظر خطوات سريعة من حكومة كردستان لوقف مثل هذه الممارسات، وهي هدم المنازل في من قبل قوات بشمرقة كركوك في منطقة واحد حزيران. إذن نعود وإياكم إلى سياق هذه النشرة، حيث أبلغت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ليزي جراندي مسؤولين عراقيين معنيين بملف النازحين أن الأمم المتحدة ليست مضطرة لقطع الضرائب من الأطباء والمهندسين والموظفين في أوروبا لكي يسرقها المسؤول العراقي ويتنعم بها. جاء ذلك على لسان عضو لجنة المهجرين النيابية أحمد السلماني، الذي حضر اجتماعا عقد لبحث أزمة النزوح من مدينة الموصل مع البعثة الأممية برئاسة ليزي جراندي. وقال للشرقية نيوز إن وزارة الهجرة تتحمل الجزء الأكبر من التقصير والإهمال، لأن الأزمة كانت متوقعة وليست مفاجئة. يعني للأسف هذا الموضوع نرى فيه الإهمال، نرى فيه التقصير، نرى فيه التسويف. ويوم أمس حقيقة يعني تألمت لعبارة قالتها السيدة ليزي جراندي لكثير من المسؤول العراقيين. قالت بنص العبارة: أنا مو أقطع الضرائب من الطبيب والمهندس والموظف في أوروبا حتى يأتي ويسرقها المسؤول العراقي حتى يتنعم بها. هذه حقيقة عبارة مؤثرة جدا للمسؤولين عن هذا الملف، الذين قصروا في قضايا النازحين وأهملوا هذا الملف بشكل كامل. لو كان هناك مسؤولية حقيقية وشعور بالمسؤولية لحلت كل مشاكل النازحين منذ وقت طويل، منذ زمن ونحن نتكلم مع التنفيذيين أن هناك كارثة ستحدث في الموصل. اليوم بلغ عدد النازحين في الموصل 320 ألف، 98 منهم بالجانب الأيمن.
أين كانت تحضيرات الوزارة التنفيذية والوزارات الساندة، وزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات، أين كانوا طيلة هذه الفترة؟ هذا يعني ملف واضح فيه عدم الشعور بالمسؤولية، ويوجد أيضا فساد كبير. حول ملف النزوح ينضم معنا الآن سيد رعد الدهلكي رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية. سيد رعد مرحبا بك. الانتقادات ضد وزارة الهجرة كانت محلية، لكن اليوم الانتقادات أصبحت على مستوى دولي. ليزا غراندي تقول بأنه وزارة الهجرة تتحمل الجزء الأكبر وهي المسؤولة عن أزمة النزوح، كيف ترى؟ تفضل. بعد التحية والتقدير لك سيدي الكريم، اليوم مشاهدين هذا المنبر الكريم، لا يخفى على الجميع بأن هناك اليوم لدينا كارثة إنسانية تسمى النزوح. هناك استحضارات تكلمنا بها كثيرا، بأن هناك استحضارات خجولة، عدم وجود استنفار لمؤسسات الدولة، عدم وجود رؤية للحكومة بعودة النازحين لمناطقهم لاستيعاب المناطق المحررة سابقا لاستيعاب النازحين جدد. هذا الكلام أصبح يتداول دائما، لكن التقصير اليوم واضح أن اليوم عدد النازحين كبير، يعني في يوم من واحد 13,000 نازح، هذا كم كبير. لذلك عندما طالبنا بحضور 6 وزراء إلى مجلس النواب في الجلسة الماضية والجلسة يوم غد بإذن الله، هذا دليل على مدى الكارثة ومدى كبر هذه الكارثة وتأثيراتها والتخوف منها بأن تكون هناك إبادة جماعية. هناك إشارة أن هناك تقصير من الوزارات، نعم موجود هناك تقصير من الوزارات، من وزارة المالية عدم إطلاق الأموال للنازحين، هذا واضح جدا. هناك عدم استنفار، هذا واضح جدا. لكن بنفس الوقت الإمكانية الدولة لا تغطي، وهو ليس دفاع عن الدولة، لكن هو لا تغطي هذه الكمية الكبيرة من النازحين في هذا الظرف الصعب. لذلك على الدول المانحة والدول المجاورة الوقوف مع العراق في هذه الأزمة. أما بالنسبة لكلام السيدة ليزا غراندي، حقيقة هو لم ينطلق هذا الكلام من عن لسانها أو ببيان رسمي، هو نقل عن طريق السيد ناب حسب ما سمعت حاليا من قناتكم الكريمة. أنا أعتقد أولا لا يختلف الجميع أن هناك فساد في العراق، وهناك هذه الحالة مستشرية، ووجود حالات الفساد هو ليست بجديد في الأمر. لكن في نفس الوقت في بعض الأوقات يذهب البعض أن تكون هذه الفساد أو يكون ستارة للفشل الذي لم يحققه أو النجاح الذي لم يحقق، لذلك هو يتجه باتجاه الفشل فيضع هذه الستارة أمامه بأن هناك فساد. بالنسبة للأمم المتحدة، الجميع يعلم أنه أموالها من الدول المانحة، وهي أموال لا تذهب إلى الحكومة العراقية، هو فقط تضليل للرأي العام وتضليل لعدم قيامها بواجباتها أو الذهاب على عكازها لكي تبتعد كثيرا عن تحقيق واجباتها. عندما شخصت أنها مقصرة في الموصل وفي نازحي الجانب الأيمن بالتحديد، ذهبت بهذا إذا كانت تكلمت به، لأنه أموال الأمم المتحدة هي عن طريق الكادر المعين للأمم المتحدة، لا يوجد للحكومة العراقية دخل فيه إلا في حالة الإشراف والرقابة. وإذا ما كان هناك فساد، قد يقوم مسؤولين عراقيين بسرقة هذه الأموال التي تتكلم بها بأنها تجمعها من الضرائب في أوروبا من قبل الموظفين. فعلى رئيس المجلس الوزراء السيد حيدر العبادي معني بهذا الأمر، وعليه أن يخطي خطوات جدية، ليست تشكيل لجانات روتينية ووهمية، لا، عليه أن يشكل لجنة تحقيقية حقيقية خلال 24 ساعة أو 72 ساعة للتأكد من هذا الأمر، من هو المفسد، ويعلن بشكل صريح وواضح للجميع وإحالته إلى الجهات التحقيقية، إن كان من المسؤولين أو إن كان حتى من منظمات المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة. علينا أن نوقف على هذه الحالة، نحن أمام أزمة كبيرة. عندما نجد أننا لا نقدم شيء، نختبئ وراء الستار الفساد ونتكلم بالفساد وكأنه هو الشماعة الأخيرة أو لتوهيم الرأي العام. نعم سيد رعد، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، نحن أمام أزمة كبيرة جدا. نعم سيد رعد، يعني في إطار وسياق الحديث عن الموضوع قلتم لقد تم استدعاء 6 وزراء لبحث موضوع الأزمة، أزمة النزوح وما يحدث في نينوى، يعني من هم هؤلاء الوزراء 6؟ ما مدى علاقتهم بهذه الأزمة؟ وهل تم تأكيد حضورهم؟
شكرا جزيلا سيدتي الكريمه. الوزراء هم اصلا حضروا في الجلسه الماضيه، لكن رفعت الجلسه لكي تكون هناك جلسه خاصه لنينوى ونازحي نينوى. والوزراء هم كل من وزير التجاره ووزير الهجره ووزير الصحه ووزير النقل ووزير الكهرباء وكذلك الداخليه، كان بحضور السيد وكيل وزير الداخليه بسبب الجانب الامني، لان السيد وكيل وزير الداخليه هو المتواجد في الميدان في النزوح نينوى وهو المسؤول على هذا الامر، لذلك كانوا حاضرين يوم الجلسه الماضيه، ويوم غد باذن الله هم اكدوا الحضور، وسيكون هناك حضور وجلسه خاصه فقط لنينوى. هذا الامر صدر عندما طلبت لجنه الهجره المهجرين بتقديم تقريرها على اوضاع النازحين، وكانت طلبات التقرير هي كالآتي: أولا على مجلس الوزراء إعلان نينوى منطقة منكوبة لكي يكون هناك استنفار دولي واستنفار جميع مؤسسات الدولة باتجاه إيواء النازحين. ثانيا إطلاق الأموال لميزانية 2017، لحد هذه اللحظة لم تطلق أموال النازحين لميزانية 2017، مع العلم نحن في شهر الثالث ونحن في أزمة كبيرة جدا، يوميا 13 إلى 14 ألف نازح ينزحون، وهذا شيء لم يشهده التاريخ، لذلك على وزارة المالية أن تطلق هذه الأموال. وثالثا على الحكومة إطلاق حملة تبرعات على المستوى المجتمعي على مستوى المحافظات لكي يكون هناك تبرعات تصل من قبل المواطن إلى النازحين نينوى قبل حدوث الكارثة لا سمح الله الذي متوقعيها، وهي نكبة كبيرة أو إبادة جماعية للنازحين. كذلك العمل وبالسرعة القصوى على عودة النازحين في المناطق المحررة مثل ديالة، صلاح الدين، حزام بغداد، جرف الصخر، في نينوى، في الأنبار، في بعض مناطق نينوى المحررة، لكي يكون هناك متسع من المكان لإيواء النازحين الجدد. اليوم المكان صح اليوم لدينا اكثر من 10,000 خيمه هي حاضره للاستيعاب، طيب. لكن الاعداد في زياده، ونحن نتوقع خلال الايام القريبه القادمه ان لم يكن عوده وهناك مجال لايواء النازحين فسنكون حقيقه امام طيب سيد رعد، يعني كذلك كانت في الامكانيات الماديه الخارجيه، هذا كان في طلب. نعم، اذا كانت الامكانيات الماديه لوزاره الهجره المنظمات الدوليه غير كافية لاستيعاب هذه الأزمة الكبيرة، لماذا لم تقدموا تقريرا للحكومة العراقية بخطورة هذه الأزمة قبل بدء العمليات العسكرية؟ لماذا لم يكن هناك إخطارا بمأساوية هذا الوضع؟ شكرا جزيلا سيدي الكريم على هذا السؤال، وهذا السؤال حقيقة يدل على متابعتك لهذا الملف ومتابعة هذه القناة الكريمة لهذا الملف. نحن قدمنا الرؤية، كانت هناك خارطة طريق وضعت من قبل لجنة الهجرة المهجرين ولجنة العليا للإغاثة والنازحين وكذلك الجهات المختصة والمعنية وحتى بوجود الأمم المتحدة، وضعت الرؤية بأن أعداد النازحين الجانب الأيمن سيكون ضعفي عدد النازحين الجانب الأيسر اللي هو وصل ما يقارب 200 ألف نازح في الجانب الأيسر، لذلك عدد النازحين الجانب الأيمن سيكون ضعفي العدد، ووزعت المهام للأمم المتحدة جزء وللوزارة واللجنة العليا للإغاثة والنازحين جزء وكذلك إلى الوزارات المعنية القطاعية الخدمية جزء آخر، لكن مع الأسف لم تطلق الأموال لوزارة المالية إلى اللجنة العليا للإغاثة والنازحين، هذه أولا. اثنين، لا يطلق قرار واضح بإرادة حقيقية بعودة النازحين إلى المناطق المحررة لكي يكون هناك متسع من الوقت. تقصير كبير موجود، عدم استنفار الوزارة المعنية مثل وزارة التجارة. سيد الكريم، اليوم نازحين نينوى سنتين هم محاصرين أو أكثر من سنتين هم محاصرين من قبل داعش، لذلك اليوم لديهم استحقاق من الحكومة هو مواد غذائية لهم محجوزة عند الدولة منذ سنتين، فعلينا إطلاق أسطول كامل من الغذائية يذهب إلى نينوى، يقف الأسطول يقف يوزع المواد على النازحين، وهذا استحقاقهم وليس منا من أحد، هذه استحقاق. وكذلك هناك الكادر الوظيفي، اليوم وزارة الهجرة لديها كادر 100,000 موظف، عفوا 1,000 موظف فقط، 40 إلى 45 موظف من الكادر هو موجود في المخيمات، نحتاج إلى كادر آخر داعم. كذلك أيضا حتى الحكومة المحلية في محافظة نينوى، وهذا كان في تقرير الذي قدمته لجنة الهجرة النيابية، بأنه على الحكومة المحلية بأن الغيابات الحضور والغياب للموظفين الدولة يجب أن يكون في المخيمات، يجب أن يكون في الميدان لكي يكون هناك تواجد الكوادر. هناك كثيرا من الوزارات قد رمت الكرة على كاهل اللجنة العليا والوزارة، وهي وزارة فتية لا تقدر أن تقف أمام هذه الموجة الكبيرة، ناهيك عن الأمم المتحدة التي أصبحت في نزوح الجانب الأيمن موقفا متفرج، ولا اليوم اختلف موقفها من متفرج إلى موقف مشكك
في النازحين وتقديم مساعدات النازحين. علينا أن نكون جديين، علينا أن تكون هناك لجنة بأمر ديواني بعضوية كل من وكيل وزير ومدير عام من كل وزارة خدمية، وهذا سيكون يوم غد بإذن الله سيكون هناك قرار. يجب أن يكون هناك لجنة بأمر ديواني بعضوية وكيل وزير ومدير عام ميدانيا يكون في أمام النازحين. اليوم موجة النازحين لا تتأخر أكثر من شهر أو 15 يوم إلى شهر، بإذن الله ستتحرر النواة، لكن المواطن يحتاج إلى حماية وإلى رعاية وإلى وضع صحي. علينا الحفاظ على المواطن لا الحفاظ على الحجر. نعم السيد رعد الدهلكي رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية، شكرا جزيلا لك. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على rai@alsharqiya.com. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. مناشدات في باب لإنقاذ جامع المسيب ومئذنته وإدراجهما ضمن لائحة التراث العالمي، وبصريون يرفضون إخلاء منازلهم بذريعة مد خطين للغاز والنفط. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للحرب على الإرهاب بريت ماكورك أن الفرقة العراقية التاسعة أغلقت كل الطرق المؤدية إلى الموصل وأن تنظيم داعش بات محاصرا كليا. ماكورك أضاف خلال مؤتمر صحفي في بغداد أن هزيمة التنظيم باتت وشيكة من دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك. القوات الأمنية العراقية قامت بعزل كل الطرق المؤدية إلى مدينة الموصل والتي يستخدمها تنظيم داعش، وبات الآن محاصرين من قبل الفرقة التاسعة، حيث قاموا بقطع كل الطرق المؤدية إلى الموصل. ولم تعد هزيمة تنظيم داعش سوى مسألة وقت. لا أريد التقليل من أهمية الجهود المبذولة من قبل القوات العراقية، لكن ليس هنالك إطار زمني محدد لهذا الأمر. وقال وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط أن العرب السنة المعتدلين يجب أن يتولوا زمام المسؤولية في الموصل والرقة بعد تحريرها كي لا تتكرر الأخطاء السابقة التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم الإرهابي. فارس أكد في تصريحات له ورود تقارير إلى الإدارة الأمريكية عن قيام فصائل مسلحة موالية لإيران بارتكاب انتهاكات ضد أهالي المناطق المحررة في الموصل، محذرا من أن تلك الممارسات إذا استمرت فإنها ستساعد بظهور داعش وظهور أشكال أخرى للإرهاب. يقوم أهالي المناطق العربية السنية في الموصل التي يتم تحريرها من تنظيم داعش بإرسال تقارير عن قيام فصائل مسلحة مدعومة من إيران بارتكاب أعمال عنف ضد أهالي المدينة، وهذا الأمر غير مقبول، إذ أننا حذرنا منذ سنوات وأشهر وحتى أسابيع من أنه في حال تحرير المناطق السنية في العراق فإننا لا نريد أن نرى تكرارا للأخطاء التي ارتكبت منذ سنوات وأدت إلى ظهور تنظيم داعش. ينبغي أن يحل العرب السنة المعتدلون محل تنظيم داعش بشكل فوري، وينبغي أن يكون هنالك تركيز كبير من قبل واشنطن والعواصم الأخرى على حقيقة أننا إذا لم نشأ أن يظهر تنظيم داعش ثانية فإننا بحاجة ليتولى العرب السنة زمام المسؤولية في الموصل والرقة. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة خاصة لتطبيق مشروعه لإصلاح الانتخابات، وخول الصدر اللجنة المكلفة باتخاذ القرار إذا كان توافقيا أو إجماعيا ولهم أن يراجعوه فيما دون ذلك، داعيا اللجنة إلى تغليب الطابع الإنساني والوطني على الجانب السياسي. وحدد الصدر أعضاء اللجنة وهم كل من أحمد الصدر وصباح الساعدي ولقاء الياسين وضياء الأسدي ومحمد الموصلي ونصار الربيعي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد حسين العواد النائب عن كتلة الأحرار. يعني سيد حسين، حدثنا أكثر عن هذه اللجنة وكيف سيتوافق عملها مع عمل يعني هيئة الانتخابات، يعني ألن يتناقض هذا الأمر مع ذاك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم سيدتي وعلى كل مستمعيكم الكرام.
طبعا بما يخص موضوع اللجنة التي شكلها سماحة السيد عزه الله، أنا أعتقد بأنها هي لجنة واضحة المعالم ما وضحه السيد في هذه النقاط، ولكن أعتقد بأن هناك متحدث رسمي لسماحة السيد هو قادر على أن يعطي هذه التفاصيل بدقة، وأن تكون هناك حلقات في هذه اللجنة حول عملها وتفاصيلها. وأنتم تعلمون اللجنة هي مشكلة حديثا، وأعتقد هو السيد جعفر الموسى وهو المتحدث الرسمي باسم سماحة السيد عزه الله، فهو قادر على أن يعطي كل التفاصيل وكل القضايا وعمل هذه اللجنة وتفاصيل هذه اللجنة. هو السيد جعفر الموسوي هو المتحدث في هذه القضية أو متحدث باسم سماحة السيد، ولكن أنا أعتقد لكن سيد حسين، يعني نحن نتحدث بشكل عام عن هذه اللجنة، وبما أنك أنت يعني نائب عن كتلة الأحرار، فما الصورة التي لديكم عن هذا الأمر؟ نعم سيدتي، أنا قلت بأن هذه اللجنة هي مشكلة من قبل سماحة السيد، وهناك متحدث رسمي وهو القادر على أن يعطي هذه التفاصيل بالكامل حول هذا الموضوع، ولكن حول ما أفهم عن هذه اللجنة ووضع هذه اللجنة وعمل هذه اللجنة، أنا أعتقد حقيقة هناك وضح البيان بأن هناك لجنة تختص لشيئين أساسيين، هما قضية ما بعد الموصل والتكهنات حقيقة، وهناك هواجس كثيرة بقضية الموصل وما بعد الموصل، وقد يكون هناك مشاكل أو ما شابه ذلك، وقد قضية توافق أو بقضية حقيقة هذا العمل الأول، أما العمل الثاني بقضية إصلاح الانتخابات. هذه اللجنة حديثة، وأعتقد أنه هذه اللجنة ستباشر عملها بعد طلق هذا الموضوع وهذا البيان لسماحة السيد. هذا حد معلوماتي وحد ما أفهم بهذه اللجنة، على اعتبار هناك عمل لهذه اللجنة أو جولات مكوكية لهذه اللجنة سيعطيها التفاصيل أكثر هو السيد جعفر الموسوي، على اعتباره هو المتحدث الرسمي باسم سماحة السيد عزه الله، على اعتباره هو مكلف من قبل الهيئة السياسية ومكلف من قبل سماحة السيد بأداء هذه المهمة، فبالتالي قد يكون حلقات وشفرات هذا البيان وهذه اللجنة يعطيها سماحة السيد للمتحدث الرسمي ليعطي التفاصيل طيب للجمهور، وإن شاء الله خلال الأيام القريبة المقبلة سيعمل على هذا الموضوع ويعطي هذه التفاصيل وهذه الأشياء التي طرقها أو وضعها سماحة السيد في هذا البيان. طيب سيد حسين، يعني بالأمس السيد ضياء الأسدي ذكر بأن التيار الصدري وكتلة الأحرار هم معلقون لاجتماعاتهم في التحالف الوطني، ولكنهم سيخرجون من التحالف. مرة أخرى يتطرق التيار الصدري إلى موضوع الخروج عن التحالف الوطني، ما هي الأسباب؟ هل قرب الانتخابات يعني نوعا ما هي تقترب من هذه الرؤية؟ أبدا سيدي الفاضل، أنا أعتقد بما يخص قضية خروج كتلة الأحرار من التحالف الوطني، حقيقة هذا موضوع أعلنته كتلة الأحرار في الأسابيع أو الأشهر المقبلة حول ما طرحه سماحة السيد من موضوع الإصلاح، وأردنا حقيقة بأن تطبق هذه الفقرات الإصلاح أو من ضمن برنامج التحالف الوطني تطبق هذه الفقرات، ولكن للأسف الشديد لم ترى النور داخل التحالف الوطني أوراق التحالف الوطني، وعلى ضوء هذا كتلة الأحرار علقت عضويتها داخل التحالف الوطني، وهذا التعليق مستمر حتى يكون هناك حقيقة أخذ بنظر الاعتبار هذه النقاط الإصلاح والعمل عليها، وكل النقاط التي ذكرت هي نقاط وطنية تريد الإصلاح، تريد عمل مؤسساتي حقيقي، تريد منه العراق والمعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي والمواطن العراقي، حقيقة هي نقاط إصلاحية، ولكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة كل الأطراف أو التحالف الوطني لم تضح هذه النقاط من ضمن برنامج ونهج التحالف الوطني أو مسيرة التحالف الوطني، وعليه كتلة الأحرار لا تزال معلقة عضويتها حتى أن تكون هناك حقيقة إجابة حقيقية من التحالف الوطني على هذه النقاط، وتكون هناك منهجية وعمل استراتيجي على تطبيق هذه النقاط، ستكون هناك كتلة الأحرار لها كلام آخر بالعودة أم من عدمه. طيب يعني سيد حسين، يعني هل هناك احتمال بعدم عودة كتلة الأحرار إلى التحالف الوطني؟ وإذا كان هناك احتمال بالعودة أو عدم العودة، هل هناك سقف زمني معين إلى حين تقرير مثل هذا القرار الذي يعتبر حاسما بالنسبة للتحالف الوطني؟ سيدتي الفاضلة، أنا قلت بأنه هناك متوقف موضوع عودة كتلة الأحرار على التحالف الوطني هو تطبيق برنامج الإصلاحي الذي طرحه سماحة السيد، وحقيقة معلوم لديكم ولدى الجمهور العراقي والكتل السياسية ولدى التحالف الوطني بالتحديد
هناك كتلة الأحرار علقت عضويتها عندما كان هناك عدم إجابة من التحالف الوطني على البرنامج الإصلاحي والنقاط التي طرحها سماحة السيد، وهي حقيقة نقاط حقيقية وواقعية، وهو يعلم بها التحالف الوطني حقيقة بأنها نقاط تصيب الهدف، تصيب الواقع، تصيب تطلعات الشعب العراقي وحاجة الشعب العراقي. على ضوء هذا حقيقة كتلة الأحرار علقت عضويتها، وتبقى كتلة الأحرار معلقة لعضويتها داخل التحالف الوطني. نعم، حتى لكن سيد حسين، يعني أنا سؤالي كان يتحدث هذه الورقة. نعم سيد حسين، إذا سمحت لي أنا سألت عن سقف زمني، يعني إلى متى سوف يبقى الأمر معلقا؟ يعني هل وضعتم سقفا زمنيا مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر إذا لم يحصل الإصلاح المطلوب والذي ناشدتموه سوف تتخذون موقفا مغايرا؟ يعني هل تنتظرون إجابة معينة؟ نعم، نحن بما يخص قضية التعليق، الكتلة الأحرار لا تزال العضوية معلقة أولا، والكرة في مرمى التحالف الوطني. عندما يكون التحالف الوطني مستعد لتطبيق هذه حقيقة النقاط الإصلاحية، وأتعجب حقيقة، يعني كل العجب، على أن هناك نقاط حقيقية هي تريد مصلحة الشعب العراقي، تريد مصلحة الكتلة السياسية، تريد مصلحة العراق، تريد مصلحة الحكومة العراقية، فلماذا لا تطبق هذه النقاط؟ إذا كانت هناك خلل بهذه النقاط فعلى التحالف الوطني أن يخرج ويقول هناك خلل. أما أنه كان هناك إصرار من التحالف الوطني أو بعض الكتل لا تريد هذه النقاط حتى لا تحسب لسماحة السيد، أنه نقول بأن كتلة الأحرار لا توافق أو تعلق عضويتها داخل التحالف الوطني لحين ورود التحالف الوطني أو إجابة التحالف الوطني على تطبيق النقاط أو برنامج الإصلاحي الذي طرحه سماحة السيد، هنا ستكون كتلة الأحرار لها حقيقة عمل آخر مع التحالف الوطني أو عودتها إلى التحالف الوطني. طيب سيد حسين، يعني إذا أطراف التحالف الوطني لم يتجاوبوا مع بنود السيد الصدر، يعني هل أنتم تعملون الآن على تشكيل تحالفات سابقة مع كتل أخرى تحسبا لعدم تجاوب أطراف التحالف الوطني مع هذه البنود؟ نعم سيدي، كتلة الأحرار هي تعمل مع الجميع، تعمل حقيقة جاهدة على تكوين كتلة عابرة للطائفية. هذا مطلب سماحة السيد، هذا مطلب الشعب العراقي، هذا مطلب حقيقي نريد أن نعبر به بر الأمان مع الشعب العراقي، مع الكتل السياسية التي تريد الخير الحقيقي، التي تريد أن تجني للعراق الخير واللقمة العيش الحقيقية، أن نخرج من هذا التخندق الموجود على مدار عقد من الزمن. فكتلة الأحرار اليوم حقيقة تعمل على وجود كتلة عابرة للطائفية من أجل أن نقول للعراق ونقول للعراقيين بأنه كتلة الأحرار عملت على هذا الموضوع من أجل حقيقة بني اللحمة وإرجاع اللحمة الحقيقية القديمة، نبذ الطائفية، أن نعمل سوية، أن نكون شركاء بهذه العملية السياسية. فمن هذه المنطلقات كتلة الأحرار تسعى في كل الاتجاهات على تكوين كتلة عابرة للطائفية حتى نعبر بالعراق والعملية السياسية إلى بر الأمان من هذا التخندق الحقيقة العميق والتخندق المقيت الذي لم يجذب على العراق والشعب العراقي والحكومة العراقية سوى الويلات وسوى الفقر والحرمان. فمن هذه المنطلقات كتلة الأحرار عازمة إن شاء الله وبجهود الخيرين وبعض القادة والكتل السياسية أن تجمع لحمة جديدة أو تخلق شكل جديد أو تخلق كتلة جديدة عابر للطائفية على وضع نعمل عليها إن شاء الله. وهذه الأيام إن شاء الله انطلقت كتلة الأحرار بهذا الموضوع، بإذن الله سنكون جاهدين من أجل وجود هذه الكتلة حتى نقول للشعب العراقي أننا استطعنا أن نخلق شيء جديد ونولد من رحم كتلة الأحرار ومن الكتل التي تأترث مع الأحرار. نعم السيد حسين العواد النائب عن كتلة الأحرار، شكرا جزيلا لك. الشرقية نيوز طبعة 2017. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. جميلة العبيدي تقترح مشروع تعدد الزوجات في العراق، ونواب يعدونه إهانة للمرأة ويشجع على الاتجار بها. حظى
حذر تحالف القوى من وجود مرحلة خطيرة بعد داعش توجب إعادة ترميم البيت السني استنادا إلى تفرد التحالف الوطني والجانب الكردي بالقرار، مشيرة إلى أن العملية السياسية في العراق غير متزنة. وقال القيادي في تحالف القوى خالد المفرجي لبرنامج بالحرف الواحد والذي يقدمه الإعلامي أحمد ملا طلال إن هدم الدور في كركوك يثبت المخاوف التي ناقشها مؤتمر إسطنبول، فيما رد عضو ائتلاف المواطن سامي الجيزاني بأن حل أي خلاف يجب أن يكون في الداخل وليس في الخارج. من جانبه علق عضو تحالف القوى أحمد الكريم أن المشهد سيتضح بعد أن يتبين موقف أهم لاعب إقليمي وهو الولايات المتحدة. احنا اليوم امامنا مرحله خطره ما بعد داعش، شلون راح نشتغل بهاي المرحله وهاي التحديات الجسام؟ بالتالي علينا اعاده ترميم بيتنا واعاده تنظيمه بناء على تجاوز الاخطاء في المرحله الماضيه. هل هذا من مصلحه التحالف الوطني ام ضد مصلحته؟ بالتاكيد من مصلحته، لان اعاده التوازن الى العمليه السياسيه هو عامل اساس لاستقرار العراق. العمليه السياسيه غير متوازنه، التحالف الوطني منفرد بالعمليه السياسيه مع اخواننا في التحالف الكردستاني، المكون السني مهمش ومخصي من ذاك اليوم الى هذا اليوم. اليوم في كل منطقه سنيه لا تتوازن العمليه السياسيه الان في كركوك تفليش بيوت، الان في كركوك تفليش بيوت في منطقه واحد حزيران. وانا ذكرت في بدايه الحلقه قلت لك انه المناطق السنيه اللي هجروا اهلها بسبب تنظيم داعش واللي حررتها القوات الامنيه لحد الان ما يرجعون. انا يعني هذا شو يسمونه؟ ليش تحالفكم مع ايران وصداقتكم المميزه مع ايران تفصلوا لها في الثوب خاص وعلى قدكم؟ ايران ما استباحت الاراضي العراقيه. لا، والعلاقات العربيه السنيه العراقيه مع عمقهم العربي مع عمقهم المذهبي تركيا تشوفوا تنظروا لها على انه محاوله لخيانه البلد. لا استاذ احمد، هذا لم يكن المؤتمر الاول، لو كان هذا المؤتمر الاول لسلم التحالف الوطني وانتظر النتائج. عملية استهلاك مؤتمرات متعددة، عملية استهلاك إعلامي، طرح يعني مسموع قبل أكثر من 5 سنوات مثل قضية الحرمان والتهميش. اليوم الدعم هو للداخل وليس للخارج، لأن اليوم الأوراق كلها مكشوفة، الأوراق اتضحت أمام الدول. اليوم أكو قوة لها وجود على الأرض ولها وجود على السماء، لها وجود سياسي. اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لحد الآن ما أنطت رأيها وين، ولا علقت على هذا الموضوع، ولا أكو بعض الدول متحفظة لحد هذه اللحظة. فأنا أقول على الأخوة لا يستعجلون في كل شيء، أن يدرسوا الموضوع بتأني، بدراسة، بالجلوس، بالحوار. اليوم أنا أشوف أنه حل مشاكلنا هي داخليا، وحل مشاكلنا داخليا بالحوار. كيف نقنع المقابل انه هو على خطأ؟ دعت النائبة ريزان شيخ دولير الى رفض مبادرة تقدمت بها النائبة جميلة العبيدي تدعو الى تشريع قانون يشجع الرجال على الزواج باكثر من واحدة بسبب كثرة الارامل والعوانس والمطلقات اللواتي بلغ عددهن نحو 4 ملايين امرأة. وقالت الشيخ دولير في مؤتمر صحفي أن تبني مشروع تعدد الزوجات يشكل إهانة إلى المرأة واتجارا بها، لأن الرجل سوف يقدم على ذلك طمعا بالمنحة المالية المخصصة لهذا الغرض. نرفض دعوات بعض النواب بتعدد الزوجات في المجتمع العراقي من خلال منح الرجال الذين يقدمون على ذلك منح مالية. هذه الدعوات مهينة للكرامة المرأة العراقية، فلا يمكن إطلاق مثل هذه الدعوات في وقت يعيش فيه العراق معركة مع داعش وإزدياد إعداد النازحين وتدمير البنى التحتية، وكأنه مشاكل العراق انتهت بأجمعها ولم يبقى فيه سوى قضية تعدد الزوجات. ثم إن هذه الحالة تعتبرها اتجار بالنساء، لأن الرجل يمنح أموال مقابل الزواج. ندعو إلى إعادة النظر بمثل تلك التصريحات في هذا الوقت، والانتباه إلى انتصارات جيشنا والعمل على إعادة الاستقرار في مناطق العراق كافة والحياة الأسرية بشكل خاص، بدلا من إطلاق مثل هذه التصريحات التي تثير الجدل في الشارع العراقي.
هذا وكانت النائب جميلة العبيدي طالبت بتشريع قانون يسمح بتعدد الزوجات ونبذ ثقافة المرأة الواحدة. وقالت العبيدي للصحفيين إنه يجب تشجيع الزواج بأكثر من واحدة ونبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتها. فماكو زوجة تقبل أنه تشاركها زوجة ثانية، وإحنا ما نبني مجتمعات على قبول غيرة المرأة أو ليست غبورها. يجب أن هناك تكون حكمة في هذا الموضوع. تعدد الزوجات ضروري في مجتمعنا العراقي بالذات بسبب كثرة الأرامل والمطلقات اللي ما خذوا فرصة. ذكرت يمكن 4 ملايين عندنا من الأرامل والمطلقات، 75% حلها اقتصاديا على الدولة. بأحيانا أكثر النساء ليس محتاجة إلى زواج ثاني لأن عندها أطفال وعندها، لكن تحل الدولة بتوفير مثلا فتح مع مصانع أو مزارع بالأرياف والنواحي، فتح مزارع جماعية وتشغيل فقط الأرامل والعوانس والمطلقات. أما في المدن المفروض تفتح مصانع أيضا للأرامل والمطلقات. بهذا حلينا 75% من هذه الظاهرة والمشكلة. 25% إن خلقناكم من نفس واحدة، هناك أرامل عمرها 20 و25 سنة، أتصور هذا حق من حقوقها أنه تبني عائلة ولها أولاد ولها أطفال. فإحنا لا نمنع حقها الشرعي، تأخذ حقها الشرعي بصورة صحيحة. يعني إذا ما انطيناها حقها بصورة شرعية راح تأخذ بصورة غير شرعية، وهذا غير صالح للمجتمع. الصور هذا يعني فتت أخلاقيا المجتمع، فإحنا يجب أن نلتفت إلى هذه الالتفاتة. إذن النائب جميلة العبيدي معنا الآن، أهلا بك سيدة جميلة. يعني لنبدأ ونتحدث بصراحة، يعني أنت طرحتي مشكلة بأنه هناك عوانس ومطلقات وأرامل ويجب تعدد الزوجات وتشريع هذا القانون ضروري جدا. يعني ألا تعتقدين بأن تمكين المرأة وتشغيلها وتعليمها وتطويرها أفضل لها من أن تبحثي لها يعني على معيل مثلا؟ سيدتي العزيزة، أشكركم على هذا الاهتمام، على هذا المبادرة أو التشريع. أنا لم أشرع قانون ولا أطلب بتشريع قانون، بل أنا أريد تشجيع أو التفاتة من الحكومة. هذا القانون موجود بعرفنا السماوي ومن دستورنا العراقي الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، وكذلك موجود هذا التشريع بالقانون الأحوال الشخصية، وموجود أيضا بالأعراف والتقاليد والعادات الموجودة بمجتمعنا. لكن اليوم أنا أطلب التفاتة إلى هذه الشريعة اللي بلغت 4 ملايين، وبالفعل ما ذكرت أنه 75% حلها اقتصاديا، ويجب الحكومة أن تلتفت إلى هذا الموضوع بحيث تعمل مصانع ومعامل في المدينة وتشغيل مجرد المطلقات والأرامل والعوانس من أجل دعمهم اقتصاديا، وكذلك المزارع الجماعية في الأرياف من أجل أيضا تشغيل الأرامل والمطلقات والعوانس وأيضا لسدهم. بقى 25% اللي هي عمرها بين 20 و25 ترملت. إن خلقناكم من نفس واحدة، وحق من حقها أنه هي أيضا يكون لها بيت وأسرة وزوج. إحنا عرفنا أيضا الشاب ما يقبل الزوج بأرملة أو مطلقة، هي هاي الأعراف. لكن يجب أن إذا من يتزوج اللي عنده زوجة، راح يجمع الزوجة الثانية الأرملة أو المطلقة. وخصوصا أنه إحنا بأعرافنا إذا الأخ توفى استشهد أو توفى أخوه، يقوم بالزواج من زوجة أخوه من أجل يبقى محافظ على الأسرة كريمة ملمومة داخل ويرعى بها. هذه موجودة عندنا. لكن اليوم إحنا الحالة الاقتصادية، إحنا نعرف ظروف العراقية عائق بين هذه التلبية، وقلنا أنه التشجيع على الزواج بمنحة مالية للمتزوج. لكن الشاب عندما يتزوج أرملة أو مطلقة وعانس، طيب، تضاعف له هذه المنحة. بالإضافة يعني أنه أيضا وفرنا حياة كريمة للأرملة والمطلقة الصغيرة العمر، بالإضافة كملنا لهذا الشاب نصف دينه. والصور هذا مو غلط أنه أنت تحافظ على مبادئ وقيم المجتمع. وما هاليوم هذه المبادرة، بل أنا أطالب بها صار لي 6 سنين 7 سنين أطالب، منذ أن كنت عضو مجلس محافظة نينة والدورتي طالبت بها، ولحد الآن أطالب بما أنه هي صحيح. ولكن سيدة جميلة، ألا تعتقدين بأن توقيت تكرار الدعوة لهذه المطالبة التي ذكرت منذ 6 سنوات وأنت تطالبين بها، توقيتها الآن لا يتلائم
مع الظرف الحالي أنت نائب عن محافظة نينوى والمحافظة منكوبة إنسانيا وإداريا وماليا؟ اليوم ملفاتك أنا معك ملفاتك نعم ملفات الهجرة والمهجرين والنازحين وكذا زين هذولا أيضا ما شريحة من المجتمع ما ملف من ملفاتنا ما ننطي اهتمام ما لهم حق ننطي اهتمامهم قبل لا تكون انه ما ننطي حقوقهم بصوره شرعيه ويتوجهون الى اخذ حقوقهم بصوره غير شرعيه الا ترتكبنا المخاوف من هذا الشيء لو نظرنا الى الحكمه والعقل الى بعيد ومن اجل المجتمع انا لا اخفي عليك انا مراه حالي حال النساء ايضا عندي غيره واخاف ايضا واغار من الزوجه لكن اليوم يجب ان اقضي على انانيتي يجب ان اضحي من اجل المجتمع يجب أن أعطي مثل ما عدنا شبابنا اليوم بالمئات يستشهدون من أجل الحفاظ على المجتمع والأسرة وإنقاذ العوائل والأسر من داعش اليوم أيضا إحنا النساء يجب أن نضحي أيضا من أجل المجتمع فهذا ما أصور يجب الابتعاد على الأنانية أنه أنا ما أحتكر رجل واحد زين ليش أنا ألوم المسؤول من يكون فاسد ويحب نفسه ويأخذ المال العام فقط له ويفسد هم الأنانية مالته هي اللي خلته حب الذات وهي اللي خلته يتعدى على المال العام إذا أنا هم نفس الشيء أنانيتي تخليني أنه أنسى أختي أو بنتي الأرملة أو المطلقة والصغيرة بالعمر واللي لها حق مثل ما أنا لي حق مآمنة بأسرة وبين أطفالي وأولادي وزوجي معيل إلي وكفيل بي أيضا هي لها حق ليش أنسى حقها هي حب لأخيك ما تحبه لنفسك فضروري أنه نضغط على نفسنا أنا ما يا سيدة جميلة يعني أنت تتحدثين عن حق المرأة بأن تتزوج من رجل متزوج وتنسين حقها في التعليم وفي التشريعات وفي النفقة وفي كل شيء وتوصمينها بالمطلقة والأرملة والعانس يعني عندما تخرج هذه الكلمات من امرأة ممثلة لشعب عراقي موجودة في مجلس النواب العراقي وتتحدث عن المرأة سواء مطلقة أو عانس أو أرملة بين قوسين وكأنك توسمينها بوسام معين يعني أليست هذه النظرة بحد ذاتها أكبر ظلم للمرأة ألست كامرأة تظلمين المرأة بهذا الأمر هل يرتبط فقط حق المرأة بالزواج أليس لها حق بالعمل أليس لها حق بأن تكون في التشريعات ممثلة بشكل صحيح بأن تحميها التشريعات أليس لها حقوق أخرى ثقافة المرأة الواحدة هي فقط من استفزك هي فقط من جعلك كامرأة تطالبين بتعدد الزوجات هي هذا تشريع سماوي لا أحد يختلف عليه لكن يعني أن تشجعي على هذا الأمر وتقولي بأن يجب أن يكون هناك يعني مكافأة وزيادة لحصة الفرد الذي يقوم بذلك يعني هل هذا هو الطريقة الوحيدة التي تدعمين بها المرأة سيدتي العزيزة احنا لم ننسى حقوق المرأة حقوق المرأة بالتعليم موجودة حقوق المرأة بالتوظيف موجودة حقوق المرأة موجودة ونطالب بها جميعا وهذه أيضا حق من حقوق المرأة الشرعية هذه أول الحقوق هي للمرأة الله وضعها سبحانه وتعالى أول ما وضع حق للمرأة هي الزواج والاستقرار لماذا إذن احنا نتزوج لماذا نتزوج لأن حق من حقوق أيضا المرأة احنا صحيح أعرافنا وتقاليدنا تخيل المرأة ما تطلب الزواج لأن حياء من عدها لكن لا ننسى أنه خلقناكم من نفس واحدة اليوم الزوج هو الرجل أو الذكر أو الشاب هو يطالب بالزواج لكن المرأة الحياء اللي عليها هي ما طالب بالزواج لكن أيضا خلى الله سبحانه وتعالى هو حق من حقوقها وخلى للشاب هو تكمل الدين والنصف دين الآخر الزواج هي تشكيل أسرة والأسرة أساس المجتمع اللي فرق الإنسان عن الحيوان هي بالزواج بالتزاوج طيب سيدة جميلة هل لديك معلومات بالإحصائيات الأخيرة الخاصة بحالات الطلاق في العراق يعني إذا كنت تسمعين أني عذرا المقاطعة هل لديك معلومات عن إحصائيات مؤخرة صدرت عن حالات الطلاق هناك إحصائيات تشير إلى أن عدد حالات الطلاق توازي عدد حالات الزواج في العراق لماذا لم تناقشوا في البرلمان أسباب حالات الطلاق
سيدي العزيز لو نجي على أسباب الطلاق في هذا المجتمع، احنا نعرف أن الظروف الغير طبيعية في العراق من الظروف الضغط الأمني وعدم الاستقرار بالإضافة للحالة الاقتصادية، كل هاي الظروف صحيح أنا معك هي تؤدي إلى هاي حالات الطلاق وضروري النظر بها ومعالجتها بالفعل. واثنين أحيانا أنه أسباب الزواج والسرعة في الزواج وعدم التكافؤ بالزواج، عدم الأشخاص يعني الشخص المناسب أيضا، أسباب كثيرة وهي من الضروري أيضا هذا ملف وضعه تحت الحلول والمشاكل. لكن أنا ما وقفت من طالبت هذا، ما راح أوقف أنه حق من أي حق من حقوق المرأة، إحنا نطالب كل الحقوق. ولماذا النساء؟ أنا أتصور تعدد الزوجات هو حق من حقوق المرأة وواجب على الرجل، لنقبل بعضنا شركات من أجل صون كرامة المرأة. هل يوم المرأة الأخت الأرملة والمطلقة والعانس تعاني؟ أنا 75% هي معاناة اقتصادية و25% بعدها شابة صغيرة بالعمر بين 20 و25 سنة، يعني هذه لازم أجرم عليها أنه لا تزوج، لا شاب يقبل يتزوجها ولا زوجة تقبل أنه زوجها المتزوج يتزوجها. يا ترى هذه أين مصيرها؟ هذه ليس لها حقوق في المجتمع؟ يعني بهذا الدفاع القوي أنا أتمنى أنه من خواتي يقنعوني أنه أنا على خطأ. واللي أريد أذكره أيضا أنا من كنت قبل 10 سنين 15 سنة يمكن نفس أخواتي أدافع بهذه القوة أنه الزواج ما يصير وهذه شراكة وهذه تعدي على حقوق المرأة المتزوجة وخرابة. لكن يوم اللي شفنا الظروف والضرورة أحكام وشفنا المجتمع هذه الطريقة. نعم لكن سيدة جميلة أيضا هناك كثيرة. ظروف تقتضي بتنظيم النسل. يعني أنت اليوم عندما تتحدثين هذا الانفجار السكاني وهذا التكاثر وهذا وعدم تنظيم النسل وليس تحديده، لأنه يعني هناك حرام شرعا، إذا كنت تتحدثين عن الشريعة حرام شرعا تحديد النسل، لكن تنظيم النسل، كل هذا التفجر السكاني، كل هذا التكاثر والوضع الاقتصادي الصعب والوضع الاجتماعي الصعب والوضع السياسي والأمني الصعب، يعني كيف تعتقدين بأن هذه الأسرة الممتازة التي سيكون فيها أكثر من زوجة وأكثر من 10 أبناء أو 15 ابن، كيف تتوقعين أن تربى أجيال تبني العراق بدل أن تكون عالة على المجتمع، بدل أن نزيد الجهل؟ سيدي العزيزة أنا أيدك أنه إن تنظيم النسل ضروري، وأيضا هذا ليس معارض الإسلام أنه تنظيم النسل هذا بالفعل هذا تنظيم النسل ضروري للمجتمع. لكن إحنا عن نحكي عن شريحة واسعة من المطلقات والأرامل، أين مصيرهم وأين حلولهم، خصوصا اللي عمره بين 20 سنة و25 سنة، هذا أنا أتحدث به. ولا أما أنه أنا عندي مرة أدخلي تتعلم وتدرس وخلي تخلص دكتوراه، لكن أنه تتفاجأ أنه هي غير مزوجة ومن حقها أنه تبني أسرة وطفل، هاي حياتها الطبيعية، لماذا لا نعطيها هي بصورة شرعية؟ لماذا لا نعطيها حقوقها بدون ما أن تطلبها هي وتتوازى تطلبها؟ لماذا أن نخليها تأخذها بصورة غير شرعية؟ فلماذا العنف هذا المرأة ضد المرأة؟ يعني عندنا ليش المرأة دائما رافضة الزوجة الأخت؟ إحنا ما نحكي العنف ضد المرأة، زين المرأة ليش ما تصير مسالمة مع المرأة؟ ليش هذا العنف ضدها؟ من أين أن يكون هذا العنف؟ والله مستحيل انه اقبل انه سيدة جميلة نترك الحكم حياتي. نعم نترك الحكم للجمهور في وجهة النظر التي نحترمها. سيدة جميلة العبيدي النائب عن محافظة نينوى وشكرا لك. هنا لندن دقت ساعة بغداد. هنا بغداد دقت ساعة القشلة. بغداد ودبي وعمان والموصل والبصرة وأربيل تدق معا ليكتمل الإيقاع مع ساعة بيج بن. هنا تجدد الشرقية شبابها وتسابق الزمن في بلوغ المستقبل. هنا لندن يكون مستودع الأخبار، يتدفق خزان المسرة فتنساب الأسرار. الشرقية نيوز تطل عليكم بحلة جديدة وتقنية عالية ووجوه لم تستضيفوها من قبل. هنا
من لندن، الشرقية نيوز، شجاعة فائقة، سرعة فائقة، دقة فائقة. هنا يجتمع الأضداد حيث الآراء شتى والملتقى واحد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. العاهل الأردني يحدد المحاور التي ستركز عليها القمة العربية: القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا ومحاربة التطرف والإرهاب. عقد وفد وزارة الخارجية العراقية برئاسة نزار الخير الله سلسلة اجتماعات في وزارة الخارجية السعودية بالرياض، حيث اتسمت المباحثات بالجدية والبحث المعمق في عدد من القضايا التي ركزت على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مبنية على الثقة المتبادلة بحسب وزارة الخارجية العراقية. أذكر البيان أن اللقاءات تناولت أهمية فتح آفاق التعاون الثنائي في مجال النفط والتكرير والطاقة وإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش وتشجيع الاستثمار وعمل الشركات السعودية داخل العراق، فضلا عن إيجاد تنسيق أمني في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات. واتفق المجتمعون بحسب البيان على التعاون بين بغداد والرياض داخل كافة المنظمات الدولية والإقليمية والعمل على تحقيق زيارات متبادلة عالية المستوى. يطالب نازحون موصليون إلى بغداد الحكومتين المحلية والمركزية بإطلاق الرواتب المتراكمة لأعوام والتي تعود لمئات الآلاف من الموظفين أو السمح لهم بالمباشرة في مواقع بديلة. ويتطلع النازحون إلى موعد تحرير الموصل وتقديم الخدمات والعودة إلى المناطق المحررة بدل العيش في المخيمات وبدلات الإيجار المرتفعة. خطاب عادل أعد التقرير الآتي. ألو، أشلونك عبد الله؟ مليح إن شاء الله. أشلون الموصل؟ مليح إن شاء الله. جاكم ماي؟ قالوا كن جاكم الماي. هكذا يترقب رسلان الطائي النازح من الموصل إلى بغداد أخبار مدينته الحدباء على أمل العودة المنشودة إليها، هو ومئات مثله من الفارين من جحيم داعش من أوفر النازحين حظا في الحصول على فرص العمل لأمانتهم بحسب أهالي بغداد الذين تعاطفوا معهم في محنة أقل ما توصف أنها قاسية. المعاناة تكمن في ارتفاع بدلات الإيجار بالنسبة للنازحين في بغداد والظروف القاسية لمن يسكن المخيمات. حقيقة لقيت يعني صعوبة الإيجارات، يعني أدعو من صاحبين الأملاك شوية يراعون النازحين، يعني شوية هلا بالإيجار، يعني بيت صغير يعني جدا صغير، غرفة وصالة ب500,000 دينار الإيجار البيت، فأدعو من يعني شوية يراعون المواطنين ناحية الإيجار. ويصطدم رسلان النازح في العاصمة بغلاء المعيشة التي لا يقوى عليها الكثير من أرباب الأسر، خصوصا مع الإجراءات الحكومية في ادخار رواتب موظفي نينوى وعدم شمول الآلاف منهم بمنح الهجرة والمهجرين. بالنسبة للمنحة مال النازحين مال الكي كارد، إلى حد الآن أنا صار لي أكثر من 3 أشهر ما مطلع مستلم الكي كارت، وكل شيء ما مستلم هذا الكي كارت وباسمي، ولي حد الان كل ما اروح يقول لي فشل، لا يوجد لك ذلك رصيد. انا عايش على طلعوهن، يا اما اسوي اعلنها على التلفزيون، اعلن الوجبات حتى حد يعرف، اسوي تعليمات للمواطن حتى يعرف شو هي متستلم هي مسراء. وتطالب كوادر تعليمية نازحة من الموصل إلى المحافظات الجهات المعنية بالسماح لهم بالمباشرة في دوائر الدولة ومزاولة أعمالهم في الوظائف الحكومية أو التنسب لها على الأقل. من بغداد، خطاب عادل، الشرقية نيوز. حذرت أوساط النقابية في بابل من انهيار مئذنة أقدم جامع في المحافظة، مناشدين السلطات الأثرية ووزارة السياحة إفادة فريق متخصص لدراسة الوضع الحالي للجامع.
ويقول مؤرخون إن جامع المسيب المشيد قبل أكثر من 100 عام مهدد بالانهيار، وأن المطلوب من الجهات المعنية إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي لأنه مبني قبل تأسيس الدولة العراقية. جامع المسيب الكبير هو جامع قديم جدا، ويعني في وأول جامع أعتقد في محافظة بابل أو شمال بابل، فعليه يعني المنارة حقيقة آيلة للسقوط وتحتاج إلى إدامة، ومن هذا المكان إحنا الناشد الوقف السني والوقف الشيعي والحكومة المحلية والحكومة المركزية وحكومة بابل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتصليح هذه المنارة. هذه المنارة بحاجة إلى العناية أكثر، بحاجة إلى الاهتمام أكثر، لأنها آيلة للسقوط، خاصة مع علمنا بأنها قد تعرضت في عام 1920 إلى قصف بالهاونات من قبل الاحتلال البريطاني، وتعرضت لصدع في ذلك الوقت. لذلك نطالب الجهات المعنية بأن تركز أو توجه اهتمامها وعنايتها إلى هذه المنارة، لأنها تمثل هوية حضارية في تاريخ مدينة المسيب وتاريخ محافظة بابل. المنارة هي في الزمن العثماني، بنيت في الزمن العثماني، يعني هي أصلا المنارة شاخص من شواخص التراث العالمي لأنه عمرها أكثر من 100 سنة، فلذلك يجب الاعتناء بهذه المنارة. وهنا أناشد اللجان المختصة في وحدة الآثار في محافظة بابل أو لجنة الآثار أن تهتم بهذه المنارة وأن تشكل لجنة لإعادة صيانة هذه المنارة القديمة الأزلية. طالب سكان مناطق شمالي البصرة رئاسة الوزراء بالتحقيق في أوامر إخلاء عشرات الدور لغرض مد أنبوبين للنفط والغاز، رافضين التذرع باعتبارهم من سكان التجاوز. ويقول سكان مناطق الطوبة والنخيلة إن جهات عسكرية أمرتهم بإخلاء الدور، مقدمين وثائق وكتبا رسمية تثبت ملكية الدور السكنية التي تبعد أمتارا قليلة فقط عن الأنبوبين. وإحنا ناس محاصرين هسه، نريد نشوف مثل إلنا مظلومية بالبصرة، ما إنه خلي الدولة تسفرنا. إحنا ناس طواب وطواب ملك صرف، يعني مو جايين حواسم حتى يشيلوننا. بلدية ماكو، مجاري هاي مدرسة وروضة وحضانة راح تنتهي، مجاري بعد ماكو، يعني تبليط ماكو. نخاطبهم هذا أنبوب مال ماي وبالتسعمية وبالألف عابر علينا، جاي يفيضنا كل يوم الثلاثة، جاي يبيد البوري، يابا بدلوا لنا البوري ماكو، يابا حاكونا، يجينا مسؤول، يجينا محافظ، يجينا ماكو. وهاي الخريطة وهاي طوابو كلها طوابو، ها هذا باسم جاسم محمد، وهذا أحمد عبد موسى، وهذا مالك، وهذا يعني هاي الناس كلها طوابو، هاي مجمعينها كلها حوالي 40 إلى 35 طابو. وأي واحد يحكي احتقلوا، ف جيش اجى من حكوا ناس اخذوا 5 نفرات، بعدين من شافوا طابو تعذروا الناس وقالوا احنا وياكم وطلعوا من راس مباشره، وقالوا بس ما ريت تجاوز لان احنا بلغتنا المحافظه، بلغنا علي شداد لازم نطلع، يعني اي تعرض من عندكم نحجزه. الحصاد مستمر من الشرقيه نيوز. حدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المحاور التي ستركز عليها القمة العربية المقرر عقدها في المملكة الأردنية، وهي القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا ومحاربة التطرف والإرهاب. وأكد الملك عبد الله خلال لقائه في قصر الحسينية وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، أكد ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في هذه الفترة المفصلية بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية. ويضم الوفد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى.
أسهم ظهور داعش بنشوء تنظيمات ومجاميع تنكرت بزي محاربة الإرهاب وتعددت عناوينها لتظهر فيما بعد مآربها من خلال التطهير المذهبي ومحاولة الاستحواذ على الأراضي والقرى شمالية سوريا. التهجير والتعذيب والتخريب أبرز ما قامت به تلك المجاميع. التفاصيل مع أمين عدنان. ساعدت أجواء العنف والصراع وتنامي التنظيمات المسلحة والمتطرفة في سوريا على ظهور حركات أو مجاميع مختلفة بعناوين شتى، كل واحدة منها حاولت توظيف ما تمر به المنطقة لصالحها واقتزام أجزاء من سوريا وفق العرق والمذهب. حزب الوحدة الديمقراطية المعروف بـ PYD أو وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري للحزب YPG، بدأ بتنفيذ إرهابا عرقيا في شمال سوريا، حيث بدأ بتهجير المواطنين العرب والتركمان والكرد والمسيحيين غير المؤيدين له بالقوة من مناطقهم. يحاول تنظيم PYD أو YPG التنكر بقناع محاربة داعش وإجبار آلاف المدنيين في المنطقة على النزوح، حيث يعمل على هدم وتخريب منازلهم وقراهم وينشر الخوف والذعر بينهم. أما في حالة رفض المواطنين الانصياع لأوامرهم في إدراج منازلهم على أنها مواقع لتنظيم داعش وسوف يتم استهدافها من قبل القوات الأمريكية. وبحسب معلومات واردة، فقد عمل حزب الوحدة الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب على إخلاء 268 قرية عربية في الحسكة باستخدام القوة، حيث قاموا بتعذيب المدنيين وإعدامهم، وبهذه الأساليب تمكنوا من إرعاب السكان وإجلائهم من قراهم بالتهديد والوعيد. 100,000 مدني هجروا في شباط عام 2016 من مناطق منغ وعين دقنة وكفرنايا ودير جميل وتل رفعت وشيخ عيسى، وتم نهب بيوتهم وأراضيهم الزراعية ومركباتهم. وفي ظل ما ورد، يبدو أن المجاميع والتنظيمات المسلحة المتعددة ارتبط بنشوءها بظهور تنظيم داعش، مما ساهم في إحداث تحولات في بعض دول المنطقة العربية وتحديدا في سوريا، بات يدفع ثمنها مكونات عربية وتركمانية وأخرى إذا لم تدين بالولاء. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد. تقبلوا من الجميع التحية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.